السلام عليكم ورحمة الله. محمد شاد، قناة الحياة في أمريكا. النهاردة برضو فيديو سريع رد فيه على سؤال من الأسئلة اللي بتيجي كتير، والسؤال بيقول إيه هي تكلفة الهجرة لأمريكا وإيه هي تكلفة الإقامة في أمريكا؟ هتكلفني كام عشان أخد إقامة وهجرة؟ فالسؤال ده عايز أرد عليه، لأنه في رأيي ممكن يوقعك في فخ النصب. الناس اللي بتسأل السؤال ده بيبقى في تصورها ان الهجرة دي كده حاجة لها تمن، زي كده ما تروح تشتري حاجة من المحل. ماشي، بكام الهجرة يا عم؟ الامريكا ب$5,000. فاي حد يقول لك طب انا هسفرك ب$5,000، فانت بقى تقعد تلم الفلوس وتبعتها له. فالناس اللي بتفكر كده عايز افهمكم ان مش هو ده الواقع بتاع الهجرة، عشان ما توقعوش ضحية للنصابين، والنصابين كتير جدا في موضوع الهجرة اكثر مما نتصور. مفيش حاجة اسمها تكلفة الهجرة كان، لان الهجرة زي ما لو انت تابعت فيديوهات الكتيرة اللي انا عملتها والفيديوهات اللي الناس التانية بتعملها عن الهجرة، مفيش حاجة اسمها تكلفة الهجرة، لان الهجرة اولا في كذا انواع من الهجرة، في كذا انواع من الفيز. وما تقول تكلفة الهجرة، هل انت تقصد تكلفة ايه؟ تكلفة الفيزا نفسها، ما تقدم على الفيزا. ماشي، دي لها تكلفة فعلا معينة، كل فيزا لها تكلفة معينة، لكن الموضوع مش تكلفة، مش انك انت بتروح تشتري حاجة تدفع فلوس، معاك الفلوس خلاص تقدر تشتريها. الموضوع بيبقى ان كل حاجة لها شروط. فمثلا فيزا لم الشمل العائلي لها تكلفة، يعني اما تدخل على موقع الهجرة هتلاقي ان في كذا استمارة لازم تملاها، دي بكذا ودي بكذا، لها تكلفة واضحة جدا. لكن في تكلفة محامي، واساسا عشان تقدر تقدم عليها مش انك انت معاك الفلوس، مش معاك فلوس الاستمارة، انت لازم يكون معاك حالة يعني تهيئك او ترشحك للفيزا دي، انك انت عندك ظروفك تسمح لك بكده. وقيس على ذلك بقى كل حاجة تانية، مثلا تكلفة الهجرة العشوائية كام؟ انت لازم الاول تفوز في الهجرة العشوائية اللي هي بتقدم فيها على الموقع الرسمي، بعدين تفوز فيها، وبعد كده يبقى في تكلفة الاستمارات والكلام ده كله. تكلفة فيزا العمل كام؟ تكلفة فيزا العمل مش بس فلوس، تكلفة فيزا العمل انك انت تلاقي اساسا شركة تعمل لك عرض، والشركة دي يكون الكوتا فيها مكان يسمح لك، وطبعا بعد كده بقى تبدأ تقدم وكل حاجة، ويكون عندك المؤهلات الكافية للموضوع ده. فالقصد ان مفيش حاجة اسمها تكلفة الهجرة كام، ده سؤال اساسا سؤال خاطئ. فلو انت سألت سؤال خاطئ دايما هيجي لك اجابة خاطئة، او هيجي لك اجابة تضيعك او تنصب عليك او. دايما زي ما بنقول عشان تاخد الإجابة السليمة لازم تسأل السؤال المظبوط. فده أحد الأسئلة اللي هتوقعك في إجابات خاطئة. مفيش حاجة اسمها تكلفة الهجرة كام، الهجرة في كل بلاد العالم لازم أول تختار الكاتيجوري اللي انت داخل فيها، ايه نوع الهجرة اللي انت هتهاجر عن طريقه، هل انت عندك المؤهلات له ولا لا، هل عندك الظروف اللي هي تحطك في فئة معينة ولا لا. بعدها هيكون بقى في تكلفة، ساعتها تسأل عن التكلفة. ما يكون عندك كيز معينة او حالة معينة انت عارف هي ايه وعندك المؤهلات بتاعتها، ساعتها تسأل عن التكلفة بقى. ساعتها ممكن نتكلم، هنقول تكلفة الاستمارة كذا، ولو رحت المحامي المحامي هيكلفك كذا وهكذا. فده الموضوع اللي عايز اقوله تاني عشان الناس ما تسألش اسئلة خاطئة، عشان يعني تبقى فاهمة الواقع عامل ازاي. هذه كل اللي عندي النهاردة، ونراكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.